انتهى ب يعني الاجتماع اللي انتهى بعدة يعني منها إلغاء الندوة الصحفية اللي كانت مرتقبة، وكان حديث بين السي عزيز بدراوي والرؤساء السابقين. عطينا أخي في حواد ديال هذا الاجتماع وناقشوه من خلال واحد الزاوية اللي هي حسناوي محايدة. لك الكلمة. أكيد اليوم كان مصطفى الاجتماع اللي عقده السيد عزيز البدراوي رفقة يعني بعض الرؤساء السابقين ذكرهم بالاسم زياد الثناني وزال حانت عمور. رفض مصطفى الحضور لهذا الاجتماع لانه ما تلقاش دعوه شخصيه من طرف الرئيس، يمكن اللي كان عيط ليه هو السي محمد اوزال. السي محمد بودريقه احنا اللي بلغنا يعني من باش نكونوا امناء، السي محمد بودريقه قال لك بانه عيط ليه اوزال قال له اجي حضر. هو بودريقه اكدنا الكلام باش ننقلوا شي بامانه ان المصدر اللي مقرب من المكتب اللي خدينا من عنده التفاصيل ديال الاجتماع اليوم قال لنا ان بودريقه ما جاش لانه ما توجهاتش ليه الدعوه اصلا باش يجي. عايز بدر ما وجهش ليه الدعوه، بينما السي محمد بودريقه قال لك توجهات ليه الدعوه عبر اوزال وعيط ليه. قال هو الشيء قالوا لنا راديو سبور ماروك، قال لك انا ما بغيتش نحضر هذاك الاجتماع لان الرئيس يتحمل مسؤوليته التاريخيه ويتخذ القرارات هو. قال لك حنا كرؤساء سابقين ما عندنا حتى علاقه بهذا الشيء وما خصوش يدخلنا في هذه الامور ديال اجتماع ولا ما اجتماع. قال لك هو اللي رئيس هو اللي عنده الشرعيه يتخذ القرار يهضر ويناقش داك الشيء اللي بغى باش ننقلوا الموقف ديال السي محمد بودريقه بامانه. تفاصيل هذا الاجتماع وفي حوالي من خلال النقاش مع الحكماء، الحكماء مصطفى شافوا واحد الاتجاه قالوا لي هذا الشيء ديال الندوه الصحفيه ما كانش عليك اصلا البلاغ ما يكونش اصلا كاع ديال انه تكون شي ندوه صحفيه، غتحتاج غدير بلاغ غتوثق فيه الحالات التحكيميه ديالك غتراسلوا الجامعه الوصيه ودير التقرير ديالك سواء على الطاقم التحكيمي هكا يعني بشكل خاص اللي قاد المقابله او لا على الاخطاء العامه اللي كان الرجاء الرياضي ضحيه اليوم هذا الموسم. قالوا لي هكا كيتم التعامل من طرف جميع الانديه، هذه هو الاليه. طلبوا منه ان الندوه الصحفيه ما يديرهاش ويتم التركيز على الفريق الاول ويوجدوا الاستحقاقات المقبله وفي مقدمتها دوري ابطال افريقيا. البدراوي وافق على المقترح ديالهم، تم اشاروا عليه كذلك قالوا اودي هاد شد الحبل مع رئيس الجامعه وهاد النقاش وهاد الاحتقال اللي كاين دابا بين الرجاء وما بين الجامعه. هما بالنسبه لهم قالوا هادشي ما كيخدمش الرجاء والرجاء ما يمكنش تفتح مجموعه من الجبهات وحدها وهي اصلا داخليا تعاني على مستوى عده مشاكل. اذن قالوا لي خدمه لمصلحه الرجاء خص اليوم يتم يعني تخفيف هذاك الاحتقال مع 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 الناس الجامعه وتكون جلسات تشاوريه ما بين الفعاليات ديال الجمهور وما بين يعني المكتب والرؤساء السابقين وكذلك مع المسؤولين يعني ديال الجامعه باش تلطف الاجواء لما فيه خدمه مصلحه فريق الرجاء. هذا هو مصطفى خلاصه ما دار في الاجتماع اليوم. مجموعه من الاخوان كيقولوا لك اودي علاش اصلا البدراوي ولا المكتب ديالو مشاو للرؤساء السابقين كانوا يتخذوا قرار حاسم. هو البدراوي شاف بان هو بعيد على الرجاء عاد جاي مصطفى كيخدم في هذا العام هو قال لك ما بغاش يتاخذ شي قرار بوحدو سيكونوا معاه الناس ديال الحكماء وهذا هما اللي يعطيوه خارطه الطريق كيفاش يدبر المرحله هذه. انا اللي غنقول اصلا مصطفى ذاك البلاغ ديال دير ندوه صحفيه بالنسبه لي ما كانش غيخرج الا ما كانتش مؤكده غدها ولو انه في اقصى الحالات تعاد ندوه الصحفي اش غدير فيها؟ طردوا واش غدير الراجل؟ من قرا غتستخدم الراجل؟ غينتقدوا التحكيم غينتقدوا الحالات واش غينسحبوا؟ راه يستحيل وما كايناش وما عمرها غتكون لا شي لا الراجل شي فرقه اخرى. لما كتعطيها مصطفى دابا ذاك البلاك وتقول للجمهور راني غندير ندوه الجمهور يحاسبك على داكشي اللي كتبتي كيحاسبك على داكشي اللي قلتي. اذن من الاول اما كيدير رؤساء ديال الانديه كيكون مشاكل ديال التحكيم اما كيخرج الرئيس اعلاميا في الصفحه الرسميه ديال الفرقه اولا كيختار من الاعلامي اللي يعجبو وكيدلي بالتصريح هو ولا الناطق الرسمي ديال الفريق وكيقدم الموقف ديالو وكيحتج على التحكيم بعد اولا كيدير بلاغ رسمي كيحتج فيه على التحكيم وكيوضعو صافي. وهذا هو الشيء اللي كيدار وما كاينش اكثر من هذا الشيء لان باش
باش نكونوا بصراحه واضحين شويه، الرجاء والوداد المنصب ديال الرئيس راه كتكون حاضره فيه الجوانب الامنيه بزاف، هادشي تاريخيا وراه ما يمكنش وما عمرك تسناها ان شي رئيس دراجة ولا الوداد غادي يخرج ويجيب كيضرب في المؤسسه ويقول لهم راه ما مزيانينش وخصهم يمشيو كذا وكذا، لان غتنود الروينه ان الجمهور ما غضبش رده الفعل ديالو. الجوانب الامنيه تحرك وتوجه خريطه الطريق ديال المسؤولين دراجة والوداد، وهي اولى يعني من الاولويات الكبرى اللي كيتم الاعتماد ديالها. اذن هذا الشيء بلا ما يبقى يتسنى شي واحد انه في مستقبلا من لهنا 20 عام 30 عام غيجي شي رئيس زعما وغيخرج وبدا يقول لهم لا اليوم جميع ديكاج كذا، هذيك اللغه ما غايقولهاش مسؤول ديال الرجاء والوداد ولا ديال الجيش. الى عقلتي يا مصطفى معايا السنوات الاخيره كان الجمهور الجيش دير واحد المعركه كبيره مع الجامعه ومع هذا، وكركا زعما سمعتي الايوبي نوض يخرج يدير يقول لهم لا الجامعه حاربتني ولا دارت لي ولا هذا، مستحيل يقولها. لان لما كتهضر على القاعده الجماهيريه دراجة ود الوداد ود الجيش راه مسؤوليه امنيه كبيره. السي حسناوي هادشي اللي كتهضر عليه انت كتكلم عليه انت، راه خص الرئيس تكون عنده الشجاعه ويخرج ويهضر مع الجمهور. الجمهور السي حسناوي ما تقدرش تميتريزيه، باش نكونوا واقعيين، باش انا نسمع الجمهور خصو يتصالح مع هذا ويتصالح مع هذا، الجمهور ما تقدرش تميتريزيه حسناوي. الجمهور عنده حريه ديال التعبير ديالو، انا ما نقدرش نتحكم فيه، انت ما تقدرش تحكم فيه، الرئيس كاع ديال الرجاء ما يقدرش يتحكم فيه، واي واحد ما يقدرش يتحكم في الجماهير، لا جمهور ديال الرجاء ولا جمهور ديال الوداد ولا الجماهير المغربيه حسناوي، هادشي معروف. ولكن هادشي اللي كتقول بان الرئيس، انا متفق معك واش اللي قلتي، ولكن خرج يا اخي وجلس ودي ودي. انا بحكمي انا رئيس الفرق الجريدي اعرف بان ما يمكنليش انا نضرب نتكلم مع مؤسسه، ولكن تخرج على الاقل عندك حق دير احتجاج عبر واحد المؤسسه ديال العصبه الاحترافيه، عندك حق تبين بان الفريق ديالك بان ربما تعرض الفريق ديالك تعرض لظلم، وهذاك الشيء يقدر يقولوا حسناوي من حقه كرئيس ديال الفريق باش يدافع الفريق ديالو، ماشي غادي رئيس ديال الفريق علاش كيكون حسناوي؟ علاش داير كيكون رئيس ديال الفريق؟ باش يدافع على مصالح ديال الفريق حسناوي. كندافعوا على المصالح ديال الفريق قبل ما ندافعوا على المصالح ديال المؤسسات. المؤسسات كنحترموها حسناوي. هو راه ما غاديش يخرج بواحد اللغه وغادي يبقى ينيش على الجامعه ولا يشير على الرئيس ديالها ولا العصبه الاحترافيه، لا كاين واحد الطريقه ديال الاحتجاج اللي يقدر يخرج من خلال الندوه الصحفيه يقول غادي نرفع التظلم ديالنا للعصبه الاحترافيه ونتمنى من الجامعه ان تتدخل بان فريق الرجاء الرياضي تعرض لمجزره تحكيميه، ومن حقه يقول هذا الشيء حسناوي، حيت هذا الشيء ما فيش شي حاجه شي تهجم ولا شي حاجه، هذا في مطالبه بالحق، وهذا الشيء المطالب بالحق شكون اللي خصو يدافع عليها؟ راه الجمهور ما خصناش نخليوه حسناوي، شكون اللي خلى الجمهور يخرج في هذا الشيء؟ نعطيك سؤال، علاش خلوا الجمهور؟ حيت ما شافش الرئيس خرج كيدافع. كون كان شاف الرئيس خرج الجمهور المكان ديالو المدرجات. المكان ديالو المدرجات يشجع الفريق ويشجع الفريق. بما انه ما شافوا بحال الرجاء ما عندهاش رئيس، ما عنده حتى واحد. وخرجوا باش وخرجوا في واحد المواجهه اللي ما خصهاش تكون. اصلا ما خصهاش تكون. انا ملي كنكون رئيس ديال الفريق كنجلس، ولكن قلنا الحسناوي راه لا فوت البدراوي قلنا لا يفتقد الخبره للتسير الرياضي، والتسير الرياضي ماشي تكون رئيس تكريز. انا والله ما ندير رئيس حسناوي ما نكذبش عليك، واخا تدور بيا ما عرفتش شكون هادو ديال، انا ما نقدرش على داك الشيء، انا الحاجه ملي ما نقدرش عليها نحط الصور ديالي ونزيد بحالي حسناوي، ما خصنيش مشاكل. رئيس ديال الفريق الرجاء الرياضي الان خصو ناس اللي يكونوا، واش دابا انت كتشوف سي نورمال بان المكتب مسير؟ انت دابا الناس اللي ملي كتعيط عليهم يجي المكتب مسير حتى واحد ما باغي يجي؟ واش هذا نورمال؟ وهذا فريق اللي اسمه فريق الرجاء حسناوي، راه الرئيس حسناوي خصو يدبر الامور ديالو وخصو يخرج يتواصل مع الجمهور باش يبين بانه كيدافع على مصالح ديال الفريق، راه هو ماشي حماق غادي ينوض يضرب في الرئيس يضرب في هذا ويضرب في هذا ويضرب في هذا، راه خصو يبين بانه راه رئيس ديال الفرق الرجاء راه يدافع على المصالح ديال الفرق الرجاء الرياضي بواحد الطريقه اللي من حقه ومشروعه، وعلى اساس ما يكونش فيها سب ولا سب المؤسسات وعدم احترام الاخرين. اما الجماهير حسناوي، الجماهير دير اللي درتي، شي الجماهير ملي كتشوف بان الفريق ديالها بانه اصبح معزول وما كاينش اللي غادي يهضر عليه وما كاينش اللي غادي يتكلم عليه، اذا
خص الرئيس يكون انتيليجون حسناوي شويه، خمي يشوف هذاك الشيء الهيئه الجماهيريه، يخرج نخرج ونتكلم وندير واحد اللقاء تواصلي ونجمع معايا الناس اللي هما باغيين المصلحه ديال الفريق. وتال السي عزيز بودراوي الى بيزوان سي حسناوي دي بيرسون اللي باش يعطي واحد لو سوتيان، باش حتى هو يحس بانه راه معاه ناس، لانه هو بوحده دابا راه ما كاين حتى واحد معاه بوحده. تفضل مصطفى. علم مؤخرا مصطفى، نقول لك واحد شحال من رئيس دابا تتفرج مؤخرا، نهضروا على الاشكال الحقيقي، لان هذا الشهر 4 في الرجاء راه فيه شي سحور. هادشي كل عام كيتعاود. انا دابا مصطفى كنتبع الرجاء، كتوصل كل عام شهر 4 كيطير الرئيس، كيمشي للبطوله، كيمشي كلشي، كترول القضيه، كلشي كيمشي، الشمل كيتزلع، ما كتفهمش. شحال من رئيس تتفرج عليه في السنوات الاخيره؟ ياك جزيت بعد المرحله المؤقته، اللجنه المؤقته السي اوزاني، ياك جزيت بعد زيت اندلسي محفوظ، انيس دابا البدراوي، قبل منه حسبان وجرم من لهنا. كاع الرئيس اللي داز الوقت اللي كيجي شي حاجه ديال التحكيم ولا هذا، تتكون عليه هجمه منبطح، انت خصك تنوض تمشي تهدر وتخوت ودير الندوات وهادشي. واش راه ما يمكنش ديرو شي رئيس دراجه كاع؟ انا تنقولها وكنعاودها لك، لا هادو اللي غايجيو دابا من هنا 60 عام ولا ديال الوداد، وما يستحيل شي رئيس منهم شي نهار يخرج يضرب في شي ديال دي واخا يكون مظلوم، راه ما يقدر يخرج. انا نقول لك انا التحكيم يهضر على التحكيم ودارنا الحكم، ولكن باش يمشي يهضر على شي حاجه كاين والله ما يقدر، لا ولا غيره. حسنا حنا كنقولوا كيهضر على التظلم اللي تعرض ليه الفريق ديالو. شي التحكيم مصطفى راه قالوا الجمهور باغي اكثر من التظلم ديال التحكيم، الجمهور ما كيطرش التظلم ديال التحكيم، باغي اكثر، يقول فريق مستهدف ضحيه تكون يعني مواجهه مباشره مع رئيس الجامعه لانه هو السبب. الشيء هذا راي الجمهور، واش ما يقدر يديروه حتى رئيس الدراجه؟ حتى هذا اللي غيجي غيديروا ليه هكا عبد الله، اللي غيجي رئيس جديد عقل على السيناريو، غتدخل اخطاء تحكيميه وغادي ينوضوا، وخصك تقول ولا تمشي بحال هكا وتقول لهم والله ما نقول، وما يمكنش يقول وغيبقى ساكت. انت قلتي واحد القضيه مهمه جدا، المكتب ما كانش عليه يخلي المواجهه ما بين الجمهور والاجهزه، هذا ما يمكنش. انت المكتب كتخرج تشد انت الدق، يبقى دائما الجمهور في بلاصتو، هذا ماشي اشكال. لا نط الواقعه ديال رادس والجمهور ديال الوداد كان كيكتب في الحيط، وكانت الحمله على على على, على فوزي القجع، شكون هو الاول خرج؟ وسعيد النصير دار ندواج مع مرابي الاعلامي ودات معنا في راديو سبور ماروك، كلا هو الدق، قال لك الجامعه عاونتنا، فوزي القجع عاونتنا، وهاد التيام كلها لا اسرى من الصحه. ناض الجمهور عايش ويا الرئيس الوداد وزلوا عليه تانتا مباط، ولكن في التالي كاريزما شخصيه تحمل هو داك الشيء وخلى الجمهور في بلاصتو، ما خلاش المواجهه، حيت هذاك دوره. اليوم انا مثلا كنطرح تساؤل بالله عليك مصطفى، واش عقلتي من حسبان لهنا شي رئيس القراحه؟ واش هاد الرؤساء افراج كلهم ما صالحينش؟ يستحيل. علاش ما لقاوش الراحه؟ ونقول لك دابا انا كنعطيك، واش حسبان ما صالحش؟ اوزان ما صالحش؟ السي حسناوي واه حسبان كان عنده، ما كان عنده والو، جاب لاعبين السي حسناوي من الطراز. واش تعاير ولا ما تعايرش؟ واش رد عليه الحملات ولا ما ردش؟ ولكن كان السي حسناوي ما كانش كانت عنده كاري كوميم، ما كانش انا غير كنقول لك يا مصطفى، هاد الرؤوس واش هاد الرؤساء كلهم خايبين؟ ما يمكنش. حسبان خايب، اوزار خايب، زياد خايب، اندلسي خايب، محفوظ خايب، البدراوي خايب، كلهم هادو، ما يمكنش. اي استحاله هاد الرؤساء كلهم ما صالحينش. ولي شوف وعلاش؟ حيت لونتوراج المحيط ملوث، وهنالك المشكله في هذاك المحيط، كاين اللي عنده نيه مبيته أن الرجاء عمرها تسلك الطريق الصحيح في هذاك المحيط. وأنا قلت هذه سنتين، إلا ما تمش اجتتات هذيك الأورام الخبيثة اللي كتحيط بالونتوراج ديال الفريق، واللي عندها امتداد كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، والله الرجاء جد الطريق مع أي رئيس. السي الحسناوي دابا نرجعوا للسي البدراوي، أنا ما كنبغيش نرجعوا قبل، ربنا صعب قلت البدراوي بعدا هذاك المشكل المادي اللي كنا كنهضروا عليه، واحد القضية الإخوان كيسولوا، والازمه الماديه في الرجاء راه هنا. قلنا انا والاخ مصطفى اللي كيقول ما كايناش كيكذب على راسو، والازمه الماديه كاينه، واللعابه كيتسالوا لي ترونش ديالهم، شي كلش تعرفوا ماشي جديد.
راه اللعبه كيساوي لي طروش وكاين اكراه مادي. واش الرجل في هذا العام شي طائره خاصه؟ لا، رحلات كلها عاديه عادية جدا، كتخلص جميع 35 كرسي و25 مليون ديال الفندق على غير جميع الأندية. هذه من تداعيات الأزمة المادية، ده هذا حقيقة. زرهوني اللي جاو عند الإدارة الحفيظي من الحاكم السعودي، جاو لأن الرجاء كتدير 700 مليون للفريق السعودي وتم الاقتطاع باش جاو دوك اللعابة. ولكن واش هذه مبرر باش الفرقة تنهزم بثلاثة؟ ماشي مبرر. لأن أنا كنقول لك الرجاء في السنوات الأخيرة راه الازمه اللي كانت في عهد الزيات داخل الرجاء، لان جاو القائر كبير. المرحله ديال انيس راه ديال اندلس راه ما تصورش وصل الازمه اللي كانت، ومع ذلك العالم كانوا كيلعبوا وكيتقاتلوا وكيديروا نتائج. امتى تخلصوا؟ حتى تبع رحيمي وتبع مالونجو ودخلوا الفلوس ديال كاس العرب، عاد جلسوا معاهم كيخلصوا فيهم كيعطيوهم. هاد اللعابه عاد داود العام غالبيه الانديه عندها اشكال مادي، وهذا حقيقي. واللي كيقول لك ما عندهمش يسول، غالبيه الانديه تعاني الاكراه المادي. اليوم اللي مشكل في الرجاء ها النتائج ما كايناش، واللي صعيب بزاف ان مصطفى السنه الماضيه ما تشاركش افريقيا. واش عرفت شحال غتخسر؟ غتخسر نقاط في التصنيف ديال السنه المقبله ماشي الماضيه. السنه المقبله غتخسر مصطفى تنقيط في الترتيب. عرفتي ما شاركتيش في العصبه ولا كاس الكاف، غتخسر تنقيط بشكل كبير، غينهار التنقيط ديالك، غتضيع بزاف ديال النقاط. ثانيا ماديا المستشارين، شكون اللي غيعطيك عقد كبير وانت ما غتشارك في والو؟ المداخيل ديال المشاركه راه هذا هو المهم. تفضل مصطفى هذه الكلمه. بغيت نقول غير السي حسناوي، انت قلتي بان فريق الرجاء اليدي فايو ويعاني من من داخل الموحد ديالها، والرئيس يخرج السي حسناوي ويقول شكون هذا اللي كيمرون الرجاء اليدي، يوضعهم امام الامر الواقع، او هو واش ما عندوش الوسائل ديال الاشتغال يقولها. وكنظن اول واحد اللي راح بالفريق بالسي البدراوي راه هو الجمهور ديال الرجاء، اللي كان عليه اجماع المنخرطين كذلك، اللي عطاو كذلك عطاو لا كارت بلونش حسناوي. صحيح حكينا بعد وعود السي حسناوي اللي بقات حبر على ورق لعدة اسباب اللي يعرفها غير الرئيس، ولكن نخرج نتواصل يا اخي. الشيء جي عندي وتقول لي فلان راني انا راه ما عنديش وما عنديش، الجمهور غيتفاهم احسن بنادم اللي كيسد على راسه. انا كنظن السنوي الازمه ماشي غير عند الرجاء بوحده، راه كاينه ازمه عند فرق اخرى مخبينه ما كيجبدوش داك الشيء، ولكن الازمه ديال الرجاء السي حسناوي الجمهور راه عيا من هاد الشيء. والجمهور شاري معاك شاري معاك ليكارد، شاري معاك التونيات، شاري معاك ليبيم. هذاك النهار ما دخلوا الاز يا سيدي، ما نستعملوش ليكارد، دخلوا شراو ليبي، شراو ليبي. ولكن انتم ما ديروا مجهود اخي. انا ما كنهضرش غير على عزيز بدراوي حسني بوحدو، كنهضر على المكتب الناس اللي معاه، وهو خصو على الاقل يوجدوا الحل. لان هذه الازمه واش هذه الازمه هذه الازمه 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 الماليه راه عند جميع الفرق، ولكن مدبر الامور ديالها. كاين اللي كيجبد من جيبو ما كيقول والو، تيدخل الفلوس وكيدير كيريكيبيري وما حساوي. ان الفرق اخرى باش كتسير زعما غادي تلقاهم زعما كلهم، لا حيتي الفتح وحيتي الجيش الملكي حسناوي، جوج ديال الفرق اللي عندهم لي سالير ديال اللعابه ولي بريم ديالهم سي اجوخ. الشيء الاخر تاخد كاي فريق اللي كان، فهو تا هو راه اللاعبين كيتسالوا، كاين اللي كيتسال لي طرونش، كاين اللي كيقول يتسنى بلاتي، والامور راه غاديه. لا غادي نتكلموا على الازمه، راه جميع الفرق عندها ازمه، ولكن حسناوي كنظن بان فريق الرجاء الرياضي اسم كبير، واللي عنده اللي سمو عنده واحد الباع مشاركات عالميه، مشاركات ما يمكنلوش يتسير بهذه الطريقه، وما يمكنلوش يشكل ما يشكلش المكتب ديالو اخي، راه ما يمكنش. او ناطق دابا فين هو الناطق الرسمي ديال الرجاء الرياضي؟ فين هو دابا؟ الناس من كيبغيو يهضروا فينا هو الناطق ديال الرسمي ديال الرجاء الرياضي؟ ما كاينش. كان سي سعد السولي واش مازال ولا مازالش؟ ما عرفناش. هذاك النائب ديالو اللي قدم الاستقاله علاش؟ اذا كاين بعض الامور خصو يشرحها هو. حنا راه ماشي حسناوي باش سي عزيز بدراوي اللي كنعرف كيتفرج في البرنامج وكيشوف البرنامج، حنا ماشي اخي حنا ضدك، ولكن راه الجمهور خصو تواصل، هذا اللي كاين. الجمهور خصو تواصل وكون معاه صريح. انا ما عنديش في جيبي خاوي، غنجي عندك. ما عنديش اللي بغا انا، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين.
والجمهور اللي قلتي لي ما عندكش راه كيتفاهم، وربما يقدر يساعدك ويعاونك. سي منتصر قالك واش تقدر تقول ان البدراوي غرق الراجل؟ باش اخويا، باش غرق الراجل، باش غادي، باش انا، باش باش علاش كتوجه لي انا هذا السؤال بعدا؟ واش انا معاهم في المكتب اخي ولا معاهم؟ ما توجهش السؤال، حنا نناقش، حنا فقط الاجتماع اللي كان من ديال الاضحى اليوم، هو الاجتماع اللي من خلاله خرجوا بنقاط بانه يجب يعني الغاء الندوه الصحفيه، وكذلك عقد، لا بغينا نفهموا بواحد الطريقه، عقد مصالحه بين الجماهير وبين كذلك المؤسسات الجامعه والعصبه الاحترافيه وكذا وكذا وكذا. اذا هذا اللي كان من خلال الاجتماع، نتمنى فريق الرجاء الرياضي يخرج من هذه المشاكل يا اخوان. اذا السي حسن واش مازال معايا ولا مازالش معايا؟ السيد السي الحسناوي، تفضل. اذا هذا هو الاخوان، لو كان عندكم شي سؤال تفضلوا. غير نشير بال السي الحسناوي، العارف فال البي سي يعتذر. عارف فكرت تفضل، قلت لك السي حسناوي عندك شي اضافه في هذا النطاق؟ حنا هضرنا اللي عندي هو هو بالنسبه ليا رساله وجه يعني الفعاليات الرجويه. هو اليوم السباق نحو البطوله وكاس المركز المؤدي لدوري ابطال افريقيا انتهى ياك، ولكن راه هذه المقابله ديال الاهلي راه مهمه جدا، راه حتى اللعاب عارفين ما مخلصينش وكيعاني وكاين اكراهات ماليه كبيره، هذا واقع، ولكن حتى هما خصهم يعرفوا يعني كيلعبوا لتاريخ الفريق، راه مازال مصطفى خصهم يلعبوا تقاتلوا كونتر الاهلي، راه مايمكنش اليوم مصطفى انت مازال لك اسبوع ولا باش تلعب مع الاهلي وغتنوض مصطفى تكون يعني الغضب والقلق وكل شيء تغيير، على الاقل الا كان شي تغيير ولا كان شي حاجه غادي تكون يتسناو بعدا التسالي للمصيب لكي لا يعاد سيناريو انيس محفوظ السنه الماضيه، لان انيس محفوظ السنه الماضيه بمجرد ما خرج من دوري ابطال افريقيا الرجاء وكانت مازال البطوله ومازال كاس العرش ناض الضغط كل شيء خصو يمشي كل شيء خصو يرحل هذا مشى كل شيء وهالنتيجه. الان خص الخطأ ما يتعاودش، خص الخطأ ما يتعاودش يا مصطفى. الان معنى ذلك المكتب يمشيو في فرض الظروف رحله خاصه للعابه يتموتيفاو من الناحيه الماديه، الجمهور اكيد قدم الدعم الكبير ومازال غيقدم، لان كدوز الاهلي كتمشي للدومي فينال كتولي تبقى عندك جوج المقابلات المقال يعني النهائي، والرجاء باش يشارك السنه الماضيه المقبله عفوا في دوري ابطال افريقيا خصو يكون بطل. تمناو نهائي بين الرجاء والوداد، هذا الامل ديالنا قدام مصطفى ونرجعوا لهذا الشيء اللي عندك شعار باش نمشيو. غير سي حسناوي، غير في هذا الموضوع انت قلت بجد واحد الحاجه، يجب توفير ظروف اللاعبين الطاقم التقني كل ما هو ريادي بعده على المشاكل حسناوي ديال ما يقع داخل المكتب المسير، لان انت قلتي واحد الامور، فريق الرجاء الرياضي بقات له طريق وحده باش يكون حاضر للموسم المقبل وهي الفوز بهذا الكاس، ومع العلم ان المهمه ما غاديش تكون سهله، وكنعرفوا بان لا اجتاز فريق الرجاء لا اجتاز فريق الاهلي المصري غادي يكون كلام اخر، مع العلم ان الاهلي المصري انا كنقول السي حسناوي ماشي الفريق اللي ربما اللي غادي يخلق المشاكل لفريق الرجاء الرياضي، راه هو بالعكس هو المواجهه ديال فريق الرجاء الرياضي، فهو كتقلقوا بزاف لان عارف بان حتى في المواجهات فهي متعادله على مستوى السي حسناوي المباريات على مستوى الاهداف كذلك. اذا هذا فيما يخص فريق الرجاء الرياضي، نتمناو بان الامور تكون مزيانه بالنسبه للمكتب المسير، ونتمنى بان يكون تواصل مع الجماهير، ونتمنى بان تشكيل المكتب الحسناوي، ونتمنى بان وضع خريطه الطريق ونكون الوضوح فيها، هذا وضع خريطه الطريق في الوضوح فيها من الجماهير كيكون كتسمع بان تواصل، ولو كيكون هذا التواصل تحتف فيه بعض السلبيات على مستوى الانتظارات اللي كينتظروا الجماهير، انا على الاقل كيقول بان كاينه واحد الحاجه، كاين واحد التواصل، ولكن الله غالب ما عندنا ما نديرو، خصنا ندعموا الفرق صافي سالينا. اذا السي حسناوي غير الاستقاله، الاقاله او الاستقاله ديال السعد الشابي نهضروا عليها بسرعه اللي سمعتي؟ اكيد الخبر كان حصل اليوم.